كنعرفوا بان بلادنا كتمر من ازمه ديال الماء بسبب قله التساقطات، ومدينتنا دار البيضاء واحده من المناطق اللي كتعيش هذه الازمه. حنا اليوم في منطقه الحي الحسني وموعدنا مع لالا زهيره باش غنتعرفوا حنا وياها على اهم السلوكيات اليوميه اللي كديرها باش تنقص الاستهلاك ديالها من الماء. لالا زهيره، مرحبا بينا عندك في كوزينتك. مرحبا بك بنتي. اخبارك الازمه اللي كيمر منها المغرب واللي عندها علاقه بالماء بسبب الجفاف؟ هاد القضيه راه كلشي في اخباره، حتى الشتاء مؤخرا راه ولات كطيح قليله والسدود بدات كتنشف. واش غنقول لك غير الله يرحمنا وخلاص. الله يرحمنا لالا زهيره. انت يا ربه بيت، وفي الاستعمالات اليوميه ديالك في الاشغال المنزليه كيكون عندك حاجه كبيره للماء. عمرك تخيلتي تفيقي صباح وما تلقايش الماء؟ ما نلقاش الماء. شنو نقول لك، هذه حاجه صعيبه. والماء هو الحياه، والحياه راه هي الماء. داكشي علاش خاصنا نغيروا السلوك ديالنا تجاه الماء. اولا ورا من جهتي انا نعطيك واحد المثال، ملي تنجي نغسل المعنات تندير جوج بانيويات، الاول تنغسل فيه وثاني كتشلي فيه، وهذه الطريقه كتخليك توفري حتى 50 لتر ديال الماء. لالا زهيره برافو عليك، بزاف ديال الناس خصهم يديروا فحالك. ونزيدك واحد الحاجه اخرى الا سمحتي لي، وانا وسط كوزينتك، الا بغيتي تصبني تسني حتى تجمعي كميه كبيره ديال الحوايج عاد صبنيهم في دقه واحده. والله الا عندك الحق، واحد صاحبتي كدير نفس الطريقه، ولا جينا نطبقوها غادي نقصوا من استهلاك الماء يوميا. تبارك الله عليك لالا زهيره. الله يبارك فيك بنتي. هاد السلوكيات المسؤولة اللي سمعناها اليوم وسلوكيات أخرى ممكن تعرفوا عليها على الموقع الرسمي لشركة ليديك www.lidec.ma أو على الصفحات الرسمية التابعة للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم اللي ما كيعطينا إنذار، الحفاظ عليه مسؤولية فردية وجماعية، ولا كل بيضاوي وبيضاوية نقص من استهلاكاته اليومية غادي نكونوا جميع قد المسؤولية.